مع بداية القرن العشرين بدأت تحدث تغيرات في فن النحت، وتحرر النحاتون من المبادئ الأكاديمية الصارمة، إلى أن تغيرت المبادئ الجمالية السابقة في النحت. حينها فكر النحاتون بمزج الابتكار مع التمسك بالأصالة، فنتج عن ذلك الكلاسيكية الحديثة. ومن الأعمال المعروضة في متحف أورسي والتي تصنف تحت الكلاسيكية الحديثة عمل أنتونيو بورديل رأس أبولو، والتي تعد نقطة تحول في مسيرة بورديل الفنية. وبالرغم أننا نرى العمل وكأنه ينتمي إلى العصور القديمة، إلا أنه يمتلك لمحة حداثية في تكوين الوجه المتشقق، واللمسة الذهبية في تكوين المجسم. ومن هذه الأعمال أيضاً عمل الفنان جوزيف بيرنارد، فبالرغم أن مظهر المجسم يوحي بأنه عمل كلاسيكي، إلا أن تكوينه للرأس بهذه الضخامة هو العلامة الفارقة في تصنيفه تحت الكلاسيكية الحديثة. وهنا نرى هذا العمل للفنان أريستيد مايول، والذي يظهر براعته وإتقانه. وقد عرض هذا العمل في العام 1905، فوصف الكاتب الشهير أندري جيد السيدة التي تمثلها المنحوتة بقوله: جميلة مع افتقارها للمعنى. وقد يقصد جميلة بالرغم من البرود والهدوء الذي تعكسه. يأخذنا متحف أورسي لتجربة مختلفة بعرضه منحوتات بأيدي رسامين، فقد عمل بعض الرسامين في النحت، ففي هذا العصر انتفت التصنيفات وأصبح المبدع يخوض تجربة الإبداع. وهناك أسماء شهيرة عرفناها من خلال فن الرسم، ولكن في متحف أورسي نجد لهم منحوتات أيضا، كالفنان إدغار ديغا، والذي تحدثت عن حياته ضمن سلسلة سير. ومن هؤلاء الرسامين أيضا بول جوغان وأوغست رينوار. فهذا عمل الفنان إدغار ديغا الراقص الصغير، وقد كان في الأساس مجسما بالشمع ملونا بشكل طبيعي ومجهز بشعر حقيقي وقميص من الحرير، ولكن في متحف أورسي عرض المجسم البرونزي المصبوب بين عامي 1921 و1931. أما الفنان ليون جيروم فقد أبدع هذا المجسم المأخوذ من لوحته الواقعية المحارب، إلا أن هذا المجسم كان قطعة لم تلقى أي اهتمام، إلى أن قرر إيمي موروت أن يدمجها بنصب تذكاري لوالد زوجته. وهكذا ظهر لنا هذا المجسم الذي يثبت براعة جيروم في فن النحت أيضا. ونعرف بول جوغان بلوحاته، ولكن الكثير منا لم يعرفه من خلال النحت، إلا أن متحف أورسي يعرض له هذا المجسم، والذي يمثل المعبود الوثني الذي يجبر الشر، ألا وهو الذئبة وشبلها، على الخضوع. بهذا الحديث السريع عن منحوتات الرسامين أصل لنهاية هذه الحلقة، وستكون الحلقات القادمة عن اللوحات الفنية المعروضة في متحف أورسي. فإلى لقاء قريب، وفي أمان الله.